السلام عليكم الحباب ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي هاد النهار تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله يا ربي غنشارك معكم بغرير. عندنا هنايا 500 غرام تاع سميده، وعندنا معلقه سكر، سكر سنيده، معلقه الخميره، وعندنا ساشي الفاني وخماره، وعندنا الماء ان شاء الله. هادشي اللي غنحتاجو البغرير. وعندنا خلاص هاد المقلاة غنحتاجوها للخبز، وعندنا الخلاط كهربائي غنحتاجوه تا هو باش نخلطو سميتو، والماء ان شاء الله باذن الله يا ربي. ان شاء الله نبداو. غادي نديرو الخميرة ديالنا، نديرو لها شويه الماء باش تتفاعل مع بعضياتها. غادي نديرو هاد الساشي الفاني والساشي تاع الخميرة. غادي نخلطوهم مع بعضياتهم. وغادي نديرو ثم غادي نديرو ان شاء الله ثلاثه الكيسان تاع الماء، و الى شناها هذاك غادي نزيدو نزيدو لها. الى شتناها جات ناقصها نزيدو، نقدروا نزيدو واحد نص كاس على حسب السميده وشنو كت وشنو كاينه سميده اللي كتشرب، وكاينه هذاك على عينك ميزانك. غادي نخلطو ان شاء الله هذا الخلاطه. درنا ثلاثه الكيسان تاع الماء هنايا، نقدروا نزيدو شي نص كاس على حسب. ولا نزيد نص كاس نتاع الماء، المهم ثلاثة الكيسان ونص. دابا غنديروها في الخلاط. ندير واحد تجريمات الماء باش هادشي اللي غيبقى لاصق هنايا. دابا نخلطوها مزيان. دابا هو الخليط ديالنا وجد، حنا طحناه مزيان. غادي نقلبوه هنايا في هاد الجبانه، غادي نخليوه غير يرتاح شويه، ما يخمرش، ماشي نخليوه يخمر، غير يرتاح شويه ان شاء الله، وغادي ندوزو نطيبوه. غير يرتاح شويه على ما وجدنا سخنا المقله ديالنا، واحد وخمسة دقائق هكا ماكسيموم وصافي، وندوزو نطيبو ان شاء الله. دابا من بعد ما ارتاحت لنا العجينه، يخلينا ارتاحت شويه، عطيناها ب نيتو، المقله ديالنا هي كتسخن. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نطيبو البغرير ديالنا.
يلا تحمر من التحت يدوها. هانتوما كيفاش تيجي من اللور ديالو، خاصو يتحمر هكا في هذا الشكل باش ما تاكلوه، ان شاء الله ما يضركمش باذن الله. ودابا هو البغير ديالنا وجد، ها هو هانتوما شوفو كيجا تبارك الله تيشهي. هانتوما تقدري تدهنيه بزويته هكايا ولا بزبيده ولا باش ما بغيتي نتيا، وشوية العسل هكا. تاكلوه ان شاء الله بالصحة والراحة، وقبلوا علينا الحباب ديالنا على خطاكم علينا. هانتوما راه كيجي لذيذ وكيجي زوين، جربوه راه يستحق التجربة. وعلى فكرة هاد المغرب درتو هاد النهار، شاركتو معاكم على حسب طلب واحد المتتبعة ديالي، طلباتو مني انا درتو لها. تاكلوا ان شاء الله بالصحه والراحه، ونتمنى تجربوا ويستقلها كما طلع هكا عندي ان شاء الله يا ربي. وقبلوا علينا الحباب ديالنا، انا كنشارك معكم اي حاجه درتها بسيطه. الله يجازيكم بخير ودعمونا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.